اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو انت اخر اليوم كده هوت وعندك حبه فاكهه فراوله وموز وزهقانه ومش عارفه تعملي ايه، تعالوا نعمل مع بعض عصير سهل جدا، ممكن تعمليه بطريقتك وتغيري بيه براحتك مفيش مشكله. بس يا ريت طبعا لو اول مره تشوفي قناتي اعملي اشتراك للقناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان عندي كميه فراوله كده وموز، والاولاد بالليل كده هوت زهقانين، جبت الفراوله وقطعتها، حطيت السليم كده هوت الحلو على جنب، وقطعت صغير كده هوت حطيتهم في طبق، وكمان هقطع كميه موز، وهجيب بقى حبة فراولة، لو في فراولة مستوية ولا حاجة احطها في الخلاط واحط عليها الموز المستوي برضو، واحط عليها حبة لبن، حبة سكر، ممكن تحطي فانيليا بقى، وبعد كده هو نضربهم كلهم في الخلاط. هجيب بقى الفاكهة اللي انا قطعتها، لو عندك تفاح ممكن تدخليه، جوافة، كيوي، اي فاكهة موجودة عندك، مش شرط يعني فراولة وموز، ممكن تعملي موز بس في الخلاط، فراولة بس في الخلاط. هنضربهم كلهم كده اهوت، وهنبتدي نقسم بقى الفراولة من تحت، هنحط موز، هنحط فراولة، نحط موز كده اهوت، وهنشكل من على الوش. والعصير اللي احنا ضربناه شبه الزبادو، حلو جدا، ممكن تحط عليه قشطة، لبن، قيمته الغذائية عالية جدا طبعا، فواكه، والموز فيه في قيمة غذائية كبيرة جدا، في بوتاسيوم وفي كالسيوم، وفي يعني أي حد حامل أو عنده نقص في الكالسيوم عليه والموز، يعني حلو جدا. هحط كده اهوت الكمية كلها وهقسم كده اهوت، ما شاء الله الكمية دي اتعملت معايا كتير، يعني مش 3 كاسات بس، عملت بتاع 6 كاسات. الأولاد كانوا فرحانين بيها، والأولاد طبعا ما قدروش يخلصوا الكاس بتاعهم. فتسلي نفسك كده اهوت وانت قاعدة في البيت، اعملي أي حاجة حلوة للأولاد، كيكه بقى، رز بلبن، الشتا طبعا بتحب الاكل. وطبعا ما تنسوش بقى لو اول مره تشوفوا قناتي اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.